السلام عليكم يا شباب، احنا جايين نكلمكم النهارده. هل في تأثير للموبايل بتاعنا والموجات اللي بتطلع منه على صحتنا؟ طب اصلا هل في موجات بتطلع من الموبايل بتاعنا؟ في الحقيقة طول الوقت بيطلع موجات اسمها موجات كهرومغناطيسية من الموبايل بتاعنا، وهي بتتكون من الأجسام المشحونة بالكهرباء بتأثر على بعض. مثال، لو جبنا مغناطيسين هتلاقيهم انهم بينجذبوا لبعض وبيبعدوا عن بعض من غير اصلا ما يلمسوا بعض. طب ده بيبقى سببه ايه؟ بيبقى سببه ان بيبقى فيه تأثير لموجات اسمها موجات مغناطيسية ما بينهم، وهي المسؤولة عن اغلب التكنولوجيا اللي في حياتنا. دلوقتي بعد ما احنا اتكلمنا عن الالكترومagnetic ويفز اللي بتكون طالعة من الموبايل، دلوقتي عايزين نتكلم عن الالكترومagnetic ويفز سبيكتروم، وازاي الالكترومagnetic ويفز بتتقسم، وهنشوف هي بتتقسم لإيه. دلوقتي يا شباب هشرح لكم الالكترومagnetic سبيكتروم. زي ما احنا واخدين بالنا كده ان الالكترومagnetic ويفز بيكون ليها ويف لينسز كتيرة قوي، والاسماء بتاعها والخصائص بتاعها بتتغير على حسب طول الويف لينس. لو احنا خدنا بالنا ان كل ما الويف لينس بيزيد قوي نوصل لحد 100 متر، بنكون كده الويفز بتاعتنا بتبقى الراديو ويفز، وهي دي بتاعت الرادار والتي في ريموت والتلفزيون. وكل ما الويف لينس بتقل قوي قوي بنخش في منطقه الالترا فايلت بتبقى طالعه من الشمس، او الاكس راي اللي بنسميها في الكشف على العظام، او الجاما ريز اللي هي مينلي بتطلع من الراديو اكتيف اليمنتس. احنا حاليا مهتمين بسؤال معين، وهو ايه التاثيرات الغير حراريه الضاره اللي ممكن المخ او الخلايا العصبيه يتعرضوا لها من استخدام التليفون. في ابحاث ومشاريع كتير اتعملت كان هدفها تجاوب على السؤال ده، منها بروجكت رامب 2001، وده كان مشروع فيه باحثين من اماكن مختلفه عشان يشوفوا تاثير النون ثيرمال افكتس اوف ريديو فريكوانسي الكتروماجنتيك فيلدز على خلايا المخ والجهاز العصبي عن طريق تجارب على الحيوانات والارتفيشال سيل كلتشرز. تم في المشروع ده تجارب على فئران وتعرضهم لريديو فريكوانسي الكتروماجنتيك فيلدز بمستويات مختلفه، وعملوا اختبارات عشان يحددوا الاماكن اللي اتاثرت في مخهم نتيجه التعرض ده. وفي جانب اخر من البحث قارنوا التغيرات الكهربائيه الفسيولوجيه في ادمغه الفئران المعرضه والغير معرضه للاشعه، وبرده تم التجارب على شرائح من انسجه المخ والارتفيشال سيل كلتشرز لفهم تكاثر الخلايا وتميزها بسبب التعرض للراديو فريكوانسي الكتروماجنتيك فيلدز. وفي الحقيقه النتائج دي لسه ما اكتملتش، ومفيش اي تاثير بيولوجي تم اثباته بشكل مؤكد من البروجكت. في ابحاث كتير اتعملت عشان نتاكد من تاثير الاي ام اف على الدماغ، منها دراسة اتعملت على الفئران اتعرضوا لإشعاعات الموبايل بصور ليفل أقل من المستوى المسموح بيه للإنسان، وبعد 50 يوم من التعرض المستمر للإشعاعات اكتشفوا زيادة في البرميابلتي بتاعة الحاجز الدموي الدماغي وتلف في الخلايا العصبية. ولكن بسبب التأثير المتأخر ده ما قدروش ينسبوا الضرر اللي حصل لدماغ الفئران لإشعاعات الموبايل. في أبحاث كتير اتعملت عشان تلاقي علاقة ما بين إشعاعات الموبايل وسرطان الدماغ، بس ما فيش دراسة قدرت تثبت أي علاقة ما بينهم. لكن منظمة الصحة العالمية صنفت إشعاعات الموبايل على إنها محتمل تسبب سرطان للإنسان. في التجربة بتاعتنا اتعملت على مجموعة من الفئران عن طريق إنهم يعدوا في 3 متاهات مختلفة، مرة من غير ما يتعرضوا لأي حاجة، والمرة التانية بعد ما يتعرضوا لإلكتروماجنتيك ويف ليها فريكونسي عالي. وبالمقارنة بين التجربتين لقينا إن الذاكرة ذات المدى القصير محصلش ليها أي تأثير، ولكن الذاكرة ذات المدى البعيد والقدرة على التعلم اتأثروا بالسلب. ده في تجربة تانية على الفئران برضو، عرضوا برضو مجموعة من الفئران لموجات كهرومغناطيسية، المرة دي علشان يختبروا قدرة الفئران دي ان هم يتعرفوا على الأشياء المختلفة. لقوا ان في المستويات القليلة من الـ SAR level لقوا ان هي بتعملش اي مشكلة ما ولا اي تأثير، لكن لما الـ SAR level كان بيعلى بعد مرحلة معينة بيؤدي على طول لتغيير في نمط الاستكشاف عند الفرد ونمط الحركة بتاعه الطبيعي. طب ما هو ده كده معناه ان الموجات دي كده نقدر نقول ان تأثيرها سيء ولا ايه؟ لا مش بالظبط، لان في تجربة تانية عرضوا مجموعة من الفئران عندها تأخر ذهني وحصل تحسن في الإدراك والذاكرة، وده معناه ان لحد دلوقتي ما نقدرش نقول ان الالكتروماجنتيك ويفز ليها تأثير سلبي او ايجابي.